يوم القلبن عنق الفطر الفيح الفطر الفيح سن على كرانه المحزومي محزومي ما ينعزل عنها يقع تاصل الريح ولا يشد الدلع دلع البقومي يا ناشد عني تراني شلويح قلبي على قطع المخافة عزومي عزومي ونقلد الوزنة وربعي مشافيخ أخلي الوزنة لربعي وشومي وشومي صح فعل غزا شلويح أنت جبت قصيدته غزا وهو عمره 15 وصار فارس وهو عمره بهالحدود شلويح هم نهبوا الهلبل شالوا الهلبل وأسرعوا مشوا بهذه البل لكن أصحاب أصحاب الهلبل يلحقون حقوها رحمة هذا الكثرة القوم أي شلويح هو يضرب السابق يعني السابت الفارس أي والله عقيد القوم ويتيح تتيح الفرس شلويح ويغلب عليهم أي. يقول يا ناشد عني ها يمكن أنت شربت فنجالي أي. ولكن ما أخاف منك الله الله يا ناشد عني ولا عنك تراني شلويح ها اي يلا صح نحارب صح ما انا بخايف منك هذا وكا صح رسالك على هالقصص الطيب.